دي بقى يا جماعة أغرب طيارة شفتها في حياتي. يعني شوفوا يعني ضربت بتاع كده طلعت لفوق فاهم، وعمالة تزيد تزيد. ايه ده ايه ده، عمالة تزيد تزيد تزيد، أنا مشفتش كده خالص. يعني دي غريبة جدا، يعني يا ريت بقى يعملوها عندنا في مصر بقى. إبداع، قمة في الإبداع يا جدعان.